اشترك في قناتنا رويش تي في ليصلك كل جديد أولا بأول. فنانون خجل منهم أبناؤهم بسبب أعمال لهم. روت المطربة سميرة سعيد موقف طريف لابنها في صغره خلال لقائها في أحد البرامج على قناة دبي، قائلة: لم يكن يحب أن يخبر أحدا بأن والدته هي سميرة سعيد، وفي عيد ميلاد له أقامت فيه حفل كبير، أخبر أصدقائه أنها ليست والدته ولكنها فقط من قامت بتربيته. نجل الفنانة سميرة سعيد ليس الأول بين أقرانه، فعدد كبير من أبناء المشاهير واجهوا تلك الأزمة في التعامل مع نجومية أمهاتهم، فاختلطت تلك المشاعر بالكثير من الغيرة والحب والغضب أحياناً بسبب الشهرة التي يحظى بها أغلبهم، والتي تضمن بعض المشاهد الجريئة للكثير من الفنانات في أفلامهم وطريقة تعامل المعجبين وغيرهم مع تلك الشهرة. كان من أبرز تلك المواقف التي أعلن فيها أبناء الفنانين غضبهم ما سنرويه لكم. نجل داليا مصطفى. قالت الفنانة داليا مصطفى أن نجلها سليم لم يتحمل دور الإغراء الذي تقدمه في مسلسل الكبريت الأحمر واستخدامها بعض الألفاظ ورفضه طريقة تدخينها للسجائر. وأضافت خلال حوارها مع شريهان أبو الحسن في برنامج ست الحسن الذي يذاع على أون تي في أن نجلها سليم استنكر بشدة حوار جمعها بالممثل هاني عادل عندما قالت له: تعرف يا صابر إن أنت عينيك سكسي أوي، مما جعله يرفض مشاهد المسلسل وقام بإغلاق التلفزيون. ابنة بيومي فؤاد. روى الفنان بيومي فؤاد خلال حواره مع برنامج الستات ما بيعرفوش يكذبوا عن موقف جمعه بنجلته بسبب مشهد شاهدته وهو يرقص فيه خلال تواجدهما في العرض الخاص لأحد أفلامه بالسينما، قائلا: ليلة مش حتعدي لو شاهدت فيلما لي ووجدتني أرقص فيه فتكشر وتتضايق، وذات مرة فاجأتني بالخروج من السينما وعندما ذهبنا إلى البيت نظرت إلي وسألتني لماذا أرقص؟ ابنة الراحلة مديحة كامل. تداولت العديد من التصريحات المنسوبة لمريهان نجلة الفنانة الراحلة مديحة كامل، والتي تروي فيها تفاصيل أزمتها مع والدتها بسبب رفضها لأسلوب حياتها وشرب السجائر والخمر وتصوير المشاهد المثيرة، ووصل الأمر لخجلها من مصارحة زملائها بحقيقة الصلة التي تجمعها بها. وبحسب ما تم تداوله كانت تقابل مديحة كلمات ابنتها بثورة وغضب، مؤكدة لها أن هذه المشاهد هي التي تجعلها تجلب لها كل طلباتها. نجل غادة عادل. قالت الفنانة غادة عادل أن ابنها غضب من مشاهد رقصها في فيلم ابن القنصل مع أحمد السقا خلال حلولها ضيف على برنامج العصابة على قناة الحياة، مشيرة إلى أنها تعهدت له بعدم تكرار ذلك حرصا على مشاعره، رغم أنها لا تمانع من أداء أدوار الإغراء التي تتناول شخصية معينة لمناقشة عيوبها وأثرها على المجتمع والأسرة. نجل الراقصة لوسي. صرحت الراقصة والفنانة لوسي أن نجلها لا يخجل من عملها كونها راقصة، لكنه يعاتبها دوما على شرب السجائر أمامها.